السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة ميس مامي التعليمية. كل عام وأنتم بخير إن شاء الله. النهاردة هنبدأ مع بعض أولى حلقات منهج كونكت بلس. إن شاء الله هبدأ أشرحه معاكم بطريقة سهلة وبسيطة علشان كل أم تقدر تتابع مع ابنها أو بنتها بنفسها. Let's start. هنبدأ مع بعض يونت 1 بعنوان This is me. This is me. هذا أنا. This is me. هذا أنا. وقبل ما نبدأ لازم الأول نتعرف على أصدقائنا المشتركين معانا في كتابنا الجميل، وهم آدم. يبقى ده صديقنا آدم. خلاص عرفناه، يبقى ده مين؟ ده صديقنا آدم. عندي كمان دينا، دي صديقتنا دينا. وعندي كمان صديقتنا بيزي بي، دي أصدقائي صديقتنا النحلة الشقية اللي هنتعلم معاها حاجات كتير، وهنتعلم معاها كمان sound of letters، هنتعلم معاها أصوات الحروف. دول أصدقائي زي ما قلنا، أصدقائنا اللي هيكونوا معانا طوال العام الدراسي. شايفينهم؟ هنا عندنا صديقنا آدم بيرحب بيكم وبيقدم نفسه بيقول لكم Hello I am Adam. Hello I am Adam. أهلا أنا آدم، أو أنا أكون آدم. هو بيرحب بيكم بيقول لكم مرحبا أنا أكون آدم. صديقتنا دينا جات وقالت هلو، مرحبا I am دينا، أنا أكون دينا. هلو I am دينا، أنا أكون دينا. يبقى أصدقائي لما بقدم نفسي لأي حد بقول هلو يعني مرحبا، بعد كده بقول I am وأقول اسمي. I am وأقول اسمي، يعني لو أنا اسمي أحمد هقول I am أحمد، اسمي نهى هقول I am نهى. يلا يا أصدقائي نتعرف كمان على my family، أسرتي. يبقى my family يعني أسرتي. طيب بتتكون من إيه my family اللي هي أسرتي؟ من مامي، ها repeat after me، مامي، يبقى دي مامي اللي هي ماما. مين كمان؟ دادي اللي هو بابا. مين كمان؟ براذر هو اخ او اخي او الاخ يعني. سيستر اللي هي الاخت. طيب عارفين يا اصدقائي يا حلوين لما بقول ان ده اخي بقول ايه؟ ها عارفين لما اقول ده اخويا او اقول ده اخي بقول ايه؟ my brother يعني ده اخي، بتاعي انا، ده اخويا، ملكي انا. طيب لما اقول ان دي اختي اقول ايه؟ my sister يعني اختي، يعني دي ملكي انا، اختي انا. يبقى يا اصدقائي بعد ماي بقول الشيء اللي هو بتاعي او اللي هو ملكي انا، يعني ماي زي ما قلنا اللي بيجي بعدها يبقى ملكي انا، بتاعي انا. هقول my mommy يعني امي. هقول my daddy يعني ابي. متفقين؟ يبقى ماي اللي بيجي بعدها يبقى ملكي انا، بتاعي انا. طيب لما بشاور على ماما واقول هذه تكون امي او دي امي هقول ايه؟ This is my mommy يعني this is معناها هذه تكون، هذه تكون my mommy. قلنا my اللي بيجي بعدها بيكون ملكي، يبقى my mommy يعني امي. يبقى this is my mommy،
هذه أمي أو هذه تكون أمي. طيب أنا هشاور على أخي هقول إيه؟ This is my brother. This is my brother. هذا يكون أخي. هذا يكون أخي. This is my brother. زي ما قلت هنا this بشاور وأقول معناها هذا أو هذه. My بيجي بعدها الشيء اللي بيجي بعدها بيكون ملكي أو يكون بتاعي، يعني أخي my brother أخي، my mommy أمي، my sister أختي. طيب هشاور على أختي هقول إيه؟ ها good، هقول this is my sister. This is my sister. هذه تكون أختي. يا رب تكونوا استوعبتوا معايا الجزء ده. يلا كمان هنشوف هنتعلم ايه. هنتعلم مع بعض colors الالوان. هنتعلم مع بعض colors الالوان. يلا يا اصدقائي نشوف مع بعض. red red احمر، red احمر، blue ازرق، blue ازرق، blue ازرق، brown بني، brown بني، brown بني، يلو أصفر، يلو أصفر، يلو أصفر، جرين أخضر، جرين أخضر، جرين أخضر، أورنج برتقالي، أورنج برتقالي، أورنج برتقالي. هنتعلم كمان يا أصدقائي مع بعض learn sound with busy bee. هنتعلم مع بعض الأصوات مع صديقتنا النحلة، طبعا عارفينها. هنتعلم معها ايه؟ sound of letter B. sound of letter B يعني صوت حرف البي. هو ايه أصدقائي صوت حرف البي؟ يعني لما بشوف في الكلمة يبقى صوته عامل ازاي؟ ب ب ب. يعني هنا عندي أمثلة: back باك حقيبة أو شنطة باك، بي نحلة، بي نحلة. شايفين صديقتنا النحلة النهاردة ادت لنا أول حرف من الحروف هو حرف البي علشان اسمها، طبعا زي ما احنا عارفين بي نحلة وصديقتنا اسمها بي اللي هي النحلة. طيب هنتعلم ايه كمان يا أصدقائي؟ هتعلمنا how to write letter B. How to write letter B؟ ازاي هنكتب حرف البي؟ هنتعلم مع بعض نكتبه capital letter and small letter. هنبدأ الأول مع بعض capital letter. بنكتبه ازاي؟ معايا line down، خط بننزل بيه لأسفل، بعد كده بنعمل up up نطلع لفوق، round round stop بنلف دايرة وبعد كده بنقف. بعد كده بنعمل ايه كمان؟ هنكمل round round and stop، هنعمل دايرة وبعد كده هنقف. ده بالنسبة لكابيتال ليدر. هنتعلم كمان small ليدر، هنكتبه ازاي مع بعض؟ down down او line down down، خط ننزل بيه لأسفل، up نطلع لفوق، round round stop هنلف دايرة وهنقف. هنتعلم كمان sound of letter H. sound of letter H يعني صوت حرف ال H. كأننا أصدقائي بنطلع كده هوا من بقنا نقول hello hello يعني مرحبا. hair شعر، hair شعر، hand يد، hand يد. بعد ما تعلمنا sound of letter H كمان هنتعلم how to write letter H، ازاي هنكتب حرف ال H. اول حاجة هنبدأ مع بعض زي ما تعلمنا capital letter، هنبدأ بالحرف اللي هو الكابيتال. بيكتبوا ازاي اصدقائي معايا؟ line down، line down هنعمل خط الاسفل، من الناحية التانية هنعمل خط لاسفل and dash وشرطة في النص زي ما شايفين كده يا أصدقائي. طيب هنتعلم كمان C.
small letter. هنكتبه ازاي؟ line down خط الاسفل، up up نطلع لفوق، stop هنقف، round round وبعد كده يا اصدقائي هنلف لتحت. تمام، هنتعلم كمان في يونت بتاعنا my body. my body معناها جسمي، my body معناها جسمي. هنتعلم ايه يا اصدقائي؟ يلا نشوف مع بعض. I يعني عين، nose anf mouth fam ear أذن hair شعر arm ذراع leg رجل اللي هي الرجل، foot قدم hand يد. طيب انا يا اصدقائي لو انا عندي طبعا فم واحده هقول ايه؟ انا عندي فم واحده، انا هقول I have one mouth يعني انا عندي فم واحده. طب انا عندي انف واحده هقول ايه؟ I have one nose يعني انا عندي انف واحده. يبقى كده اتعلمنا اني انا بستخدم I have معناها انا عندي او انا لدي او انا ملكي. الحاجة اللي بتيجي بعد I have معناها بتاعتي انا او الحاجة دي خاصة بي انا. طب يا اصدقائي انا هقول اني انا عندي عينان، هقول ايه؟ I have two eyes two علشان هما اتنين و eyes علشان هما جمع، فطبعا هنضيف هنا letter S هو حرف الاس. هقول I have two eyes انا عندي عينان. وكده يا اصدقائي انا خلصت معاكم يونت 1. لو عجبكم الفيديو لايك وشير، ما تنسوش تشتركوا في قناتي قناة ميس مام التعليمية. Goodbye.